كتائب القسام استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح. وأشارت الكتائب إلى نجاحها في تدمير 11 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة منذ الصباح. هذا وقصفت كتائب القسام مدينة عسقلان برشقة صاروخية في حين أظهرت صور وقوع أحد الصواريخ في ضواحي المدينة مما تسبب في أضرار ببعض المركبات.